يقولوا أنه نهائي بطولة وطنية للأمال. أنا جد سعيد لأن يعني المستوى جد طيب. هادو نشوفوا ذكور وإناث مستقبل جيد الجزائري اللي عندهم استحقاقات يعني قادمة. عندنا منتخب الوطني الأول، عندنا فئات شبانية، وهذا العنصر عنصر يعني الأمال اللي هو مهم كثير. العناصر اللي يعني تنافست على الميداليات والمراتب الأولى راح تندمج مع المنتخب الوطني الأول يعني لكسب الخبرة. وأنا قلت لكم إني جد سعيد لأن شفنا العنصر النسوي عدد كبير، وحتى يعني الذكور مستوى طيب. راح هاد العناصر نشوفوهم ان شاء الله في 2028 ان شاء الله. المنافسه هذه شهدت عدد كبير من الرياضيين اللي تمثلت بين 308 مصارع و31 رابطه كانوا حاضرين في هذه المنافسه الامل، وحاجه اللي كانت امبورطونت لي جين طالون كانوا شاركوا بزاف، يعني لي كادي لي جونيور لي كادات في اوسي ولي جونيور في برزو اونفان. هما ماشي برزو، هما اصلا حنايا لا استراتيجي تاع لا فيديراسيون، حنا على العام رانا تربص مع المواهب الشابه، يعني برسك شاك ويكاند راهم في تربص لي جين طالون. من الاهداف تاعنا انتقاء المواهب اللي راهي مدفونه، يعني اللي راهم فضل حنا مام السود يعني ما الجنوب اللي راهو في ما يعني راهو نقولوا مناطق الظل، يعني اذا صح القول. على كل حال حنا بوغ المومون حنا لا فيديراسيون راهي تسعى باش نديروا ان دوجو تما ثاني في السود. المدربين ديجا تاع المواهب الشابه سي دي زونسيان اتليت، يعني يعرفوا واش معناتها مليح مليح مليح. كيما في لي كارسو عندنا بينا مادي عبد الرحمن، البنات عندنا تاريكات راتبه مازالهم يعني هذا وين حبسوا المنافسه، يعني يسون توجور في لو بان، مازالهم بهذيك الحراره. يعني نورمالمون حنا المجهود تاعنا وحاجه اللي رانا نسعوا ليها ان شاء الله، يعني باش واحد ما يتحقر، كل واحد يدي حقه. اسمي حميده امينه فاطمه زهرة من ولايه سيدي بلعباس جمعيه فجر. نشكر الشيخ تاعي بن صحرا والشيخ تاعي زيدي صلاح الدين وكل من ساهم باش نكون نستحق هذه بلاصه تاع بريمي بلاس. وانا كادي، هذا شرف ليا اني نلعب اسبوار ونكلاسي فيها بريمي بلاس، ونتمنى مزيد من النجاحات وتفوقات ان شاء الله يا رب. لا فاتت غايه الحمد لله، التنظيم تاني كان مليح الحمد لله، هذه حاجه تشرف بلادنا، وهذه ميداي تاني زياده باش تدخلوا بها الفريق الوطني، وان شاء الله ربي يجيب الخير. عندنا العاب افريقيا، عندنا بطوله العالميه ورانا نحضروا، وهذه كيما زياده هذه ثاني تحضير للبطوله العالميه ان شاء الله باذن الله سمع. متحصل على الميداليه الذهبيه وزن 73 كيلوغرام. الحمد لله الاجواء كانت جد تنافسيه، كانوا كاينين نزالات ديمي فينال كارت فينال كانوا صعب بزاف، ما من النهائي كان صاحبي والحمد لله تحصلت على اليوم على الميدالية الذهبية. ساكريفيت تعبت خدمت، كنت نوضر عيني صباح وعشية، خسرت شبيناط الجيري سينيور ديمي فينال ما تقدمتش، والحمد لله اليوم راني تحصلت على الميدالية الذهبية الحمد لله. لي زوبجيكتيف هي انه نجيب ميدالية ذهبية في الأكابر ان شاء الله، ونروح البطولة الإفريقية. راني نخدم راني نتعب ان شاء الله ربي يوفقني. ان شاء الله لو كانوا الالعاب العربيه هنا وكانت عندنا الفرصه وشاركنا ان شاء الله نزيدوا نشرفوا الجزائر احسن تشريف، وان شاء الله ربي يوفقنا وان شاء الله ربي يكون معنا. بطله الجزائر في اقل من 70 كيلوغرام الحمد لله، اليوم فاز صغير الحمد لله يا ربي، تحصلت على كاع النقاط اي بون كاع دي زي بون الحمد لله. ما كانش سهله ايفيدامون، ما كانش سهله، درنا لي بريباراسيون تاعنا الحمد لله، وان شاء الله فيها خير القدام ان شاء الله. وي سي نورمال، هي يليق هي في كاع لي كاتيجوري يليق واحد يخدم كيما هكذاك، يطلع غير بشويه عليه، مي هاد لي زيكسبيريونس كيما هكذاك وكاع اسبوار اكسبيريونس سي فريمون فيها دي ستاج اي تو، مي الصح في السي في السينيور الكادي جونيور هادو كاع ما يقراهمش يتخلاو عليهم. ان شاء الله بون كوراج لكاع لي زاتلات، اللي يخدم
ينال زعما ان شاء الله باذن الله ينال. فريق مولوديه الجزائر اليوم كما راك تشوفوا اجواء شابه مليحه الى مع بطوله الوطنيه اواسط امال اللي كانت فيها منافسه كبيره وان شاء الله ربي يوفقنا. عندنا البطوله الافريقيه اواسط في شهر جويليه ان شاء الله، ان شاء الله فيها خير من هذاك ان شاء الله. دكرا انا راني في المنتخب الوطني اواسط وصحابي كانوا معي بوديوم ثاني معي في المنتخب. اليوم كما يقول لك ربي حاجه اكثر ان شاء الله، البطوله الافريقيه البطوله العالم ان شاء الله. فئه كانت يعني كانوا لي زاتليت والحمد لله خدمنا وتعب علينا شيخ سعود اون ميريت لي ميداي اون اي 3 بوديوم جي سي بي كا 3 في بوديوم جي سي بي كا سا في بليزير بيانتو ان شاء الله. ميم كاين لي جو مونديو يونيفرسيتير سوي كاليفي توجور جو ميرسي مون انترينور سعود لا سا جي سي بي كا توجور حاضرين بيان سور مي بارون لي وقفوا معايا.